السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيدير الخوت؟ لاباس عليكم؟ بخير. العائلة كلشي لاباس؟ طويرات كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والله يسر الأمور للجميع يا رب. بالنسبة لواحد الموضوع إن شاء الله باغي نطرق ليه، لأنه هذا هو الوقت ديالو، هذا هو الوقت ديالو على حسب الشخص. يعني خصك لابد تعطي الطيور ديالك هذا المنتوج هذا إن شاء الله قبل موسم التزاوج، باش تكون الطيور يعني ما يكون فيها لافاش، ما يكونش فيها دوك الدودات اللي تيكونوا يعني في الامعاء، وحتى يعني الفاش اللي تيكون في الرجلين ديال الجلد تيكون في الرجلين، حتى الفاش اللي تيكون يعني في اللانكس يعني سميتو يعني الرئة، يعني حيت تكون يعني الفاش الرئوي هو كذلك، وتتكون عاوتاني الخوت يعني تتكون يعني حتى تتكون واحد الدودة على ما سمعت، الدودة ديال الرئة يعني لونغ ورم، لونغ ورم هذه الخوت يعني تتكون في الرئة هي كذلك، يعني عند الطيور عند البقر عند الغنم عند هذه يخصنا لابد نعطيو الطيور باش نقيهم من هاد الامور، لانه في الطبيعه ديال الاكل ديالهم وهاد الامور يعني تيكون هاد الامور ديال الدودات وحتى الفاشه وكذلك، ملي تدخل يعني طيور جديده عندك يعني خصك لابد يعني طريتي الطيور ديالك قبل ما تدخلهم عند الطيور ديالك، هذا هو اللي كاين، هذه الطريقه يعني المثاليه. فلهذا الخوت يعني هذا هو الموضوع ديال اليوم ان شاء الله، يعني خصني لابد نعطي الطيور ديالي في هاد الوقيتة هادي قبل تجهيز، حتى نجهزهم وعاد باش يعني موسم التزاوج ان شاء الله. فلهذا يعني هذا واحد المنتوج، يعني ما لقيتش ما تندير لا اشهار لا والو الخوت، يعني هذا الايفوماك، الايفوماك هذا هو اللي كاين، الايفوماك هادي قرعة يعني مخلطة فيها الماء ومخلطة، فهمتيني؟ هذا هو اللي كاين الخوت. فلهذا يعني تتستعمل يعني هاد القرعة هادي تستعملها في قالون ديال الماء، في قالون ديال الماء. انا اعطيكم الطريقة ديالي ان شاء الله، الطريقة يعني اللي كاينة في القرعة، يعني هذا هو اللي كاين، لانه الايفوماك الى كثرتي لهم في الدوزاج، يعني هي القرعة تتبع بحال ما هكا، إلا كثرتي لهم في الدوزاج راه تقدر تأذي الطير، يقدر يموت يقدر يمرض بزاف الحوايج. فلهذا يعني اللي تيستعمل الايفوماك يحاول يعني يعرف الدوزاج ديالو. هادي تتشرب بحال ما هكا، هادي تتعطى يعني خصك لابد تعطش الطيور ديالك يا نهار قبل ما يمشيو ينعسو، حاول تحيد لهم الماء، ولا يعني ثلاثة الساعات يعني تحيد لهم الماء باش يعطشو، خصهم لابد يشربوا هاد القرعة هادي. يعني مثلا هاد القالن هادي خصك تعطيها لهم يوميا، انتنا يوميا يعني يومين، يعني نعطيها لهم اليوم ان شاء الله ونعطيها لهم غدا، نعطيها لهم اليوم ونعطيها لهم غدا، يعني يومين متتابعين، يومين متتابعين. هذا بالنسبة لهذا الماء هذا، ونتسنى يعني 14 يوم والماء اللي باقي هنايا يعني خصني نعطيه لهم، يا تحتفظ فيه في الثلاجة ولا تحتفظ فيه في شي مكان يعني اللي يكون بارد، يعني الأجواء الآن يعني باردة. فلهذا يعني من الأفضل يعني دير لي واحد سكوتش، دير واحد سكوتش يعني اللي عنده الأطفال وهاد الأمور، وتكتف فيه يعني حتى ما يوصلوش ليه الأولاد الصغار. فلهذا يعني نحاولوا إن شاء الله نخلطوا هاد القرعة هادي، يعني ان شاء الله هاد يعني الخوت يعني بالنسبه للفاش، يعني خصك لابد تعطيها لهم يعني يعني تعطيها لهم جوج مرات، هادي بالنسبه للقرعة تعطيها لهم جوج المرات وتتسنى يعني 14 يوم، والماء اللي تبقى يعني تعطيه لهم ان شاء الله. هذا هو اللي كاين الخوت. وعاوتاني من بعد 6 شهور تعطيها لهم، دير لهم نفس العمليه باش ما يدورش عندك الفاش وما يدورش عندك السكلاب، ودو تخلط القرعه مزيان
سبحان الله العظيم، يعني القالون يعني حاول تخليها واحد المده زمنيه ديال 5 دقائق. طيور عندي راه عطشانين تقريبا، راه 3 السوايع دابا وهما عطشانين، لانه ما حيدتش لهم الماء البارح. ان شاء الله نخلي لهم الماء تال غدا. هذا هو اللي كاين، وما كاين حتى شي مشكل. قال لك تقدر تخلي الماء حتى الغدا، ويوم الاربعاء ان شاء الله نزيل هذا الماء ان شاء الله. هذا هو اللي كاين. بالنسبه للخوت، حاولوا تستعملوا الايفو ماك. كاين اللي تيستعمل سكات، كاين اللي تيستعمل سكات حتى هو مزيان، سكات حتى هو مزيان. الايفو ماك اللي تنستعمل الخوت انا ديال القطره ديال 1%، هذاك ما لقيتوش، ما كاينش في السوق. قلبت عليه ما كاينش في السوق، هذا هو اللي كاين. فلهذا يعني اضطريت ناخذ هذا. هذا هو اللي كاين الخوت، يعني حاولوا ديروا هذا المنتوج هذا، ولا الايفو ماك ولا السكات ولا اي منتوج ديال الفاش قبل موسم التزاوج، حتى ما تطيحش في الفاش يكثر عندك في الغرفه، يكثروا عندك الامراض، يكثروا عندك الموت، يعني لانه تتكاثروا هما في الاعشاش بزاف. فلهذا يعني علاش نديروا الطريقه الخوت، تنعطيهم يعني مره دابا وغدا، يعني تنعطيوها لهم، ومني تنعطيها لهم يعني تيموت كاع الفاش اللي عندك في الغرفه، تيموت كامل، يعني تيبقى البيض. البيض يقدر يكون في السقف، يقدر يكون في الحائط، يقدر يكون في القفص. فلهذا يعني الفاش تيبيض في كاع المنطقه اللي كاين الطيور، وحتى خارج الغرفه يقدر يكون. يعني تيقول لك سميتو الاختصاصيين، يعني البيض تيفقس واحد المده زمنيه، يعني ملي تنعاودو يعني بعد 14 يوم، هذيك 14 يوم يعني تيفقس هذاك البيض وتيجي عاوتاني. يعني فلهذا يعني ملي تتعطيها لهم 14 يوم، تتقتل هذاك البيض عاوتاني اللي فقس، باش تتنهيه نهائيا ان شاء الله. هذا هو اللي كاين، تيساعدك ان شاء الله في 6 شهور، وتتعاود لي العمليه عاوتاني في 6 شهور عاوتاني. هذا هو اللي كاين بعد التزاوج. نتمنى يعجبكم الفيديو الخوت، والله ييسر الامور للجميع، والله يوفق الجميع. وتنصح الخوت اللي باغي يعطي يعني المواد، اي حاجه مواد يعني بالنسبه اللي ما تتغلاش في الماء، يعني مثلا الفيتامين، ولا بحال هذه الماده ديال الايفو ماك، ولا اي شيء يعني البروبيوتيك، يستعمل يعني مياه اللي تتكون يعني طبيعيه، لانه ديال الحنفيه ديال الروبيني يعني تاثر فيها الكلور. فلهذا يعني يشري يعني شي حاجه طبيعيه باش ما ياثرش فيها الكلور. هذا هو اللي كاين الخوت، باش يكون يعني العمليه ناجحه ان شاء الله 100%. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه، والله يبارك لنا فيما اعطانا. هذا هو اللي كاين الخوت، ويبارك لكم انتما كذلك، ويوفقكم ان شاء الله هذه السنه والسنوات الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. وتحية تحية تحية للأخ عبد العزيز، وتحية للإخوان جميعا اللي تتابعوني في القناة. وما تنساوش يعني تنشروا هذا الفيديو إذا كان يعني ما مفروش عليكم، ولكن إذا كان يعني باش تعمل فائدة إن شاء الله للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.